الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا الوليد بن بكير التميمي قال حدثنا حسين بن عمر قال أخبرني عبيد المكتب عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج، حتى إذا كانوا في بعض الطريق إذا هم بحية تثنى على الطريق أبيض. حدثنا وقال أحسن الله عليكم. ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم. نعم. قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا الوليد بن بكير التميمي قال حدثنا حسين بن عمر قال أخبرني عبيد المكتب عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله رضي الله عنه يريدون الحج، حتى إذا كانوا في بعض الطريق إذا هم بحية تثنى على الطريق أبيض ينفح منه ريح المسك، فقلت لأصحابي: امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية. قال: فما لبثت أن ماتت، فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ثم نحيتها عن الطريق فدفنتها. فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ثم نحيتها عن الطريق فدفنتها. وأدركت أصحابي في المتعشى. قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب، فقالت واحدة منهن: أيكم دفن عمرا؟ قلنا: ومن عمر؟ قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صواما قواما يأمر بما أنزل الله، ولقد آمن بنبيكم وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام. ولقد آمن بنبيكم وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام. قال الرجل: فحمدنا الله ثم قضينا حجتنا، ثم مررت بعمر بن الخطاب في المدينة فأنبأته بأمر الحية، فقال صدقت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد آمن بي قبل أن أبعث بأربعمائة سنة. وهذا حديث غريب جدا، والله أعلم. قال: ضعيف جدا، أخرجه أبو نعيم وهو مرسل، وفيه الوليد بن بكير ضعيف الحديث، وحسين بن عمر متروك الحديث. وفيه إيش؟ وهو مرسل وفيه الوليد بن بكير ضعيف الحديث، وحسين بن عمر متروك الحديث. هو عن إبراهيم قال عبد الله السند. نعم أحسن الله إليك. قال عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج. هي مرسم يعني من كلام عبد الله. نعم ضعيف، لا يصح. الإيمان يكون من الغرابة، أن الإيمان يكون بعد بعثة النبي، ما يكون قبله بأربعمائة عام. الإيمان يكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من يعلم هذا؟ كيف عالم هذا؟ يعني سمع من الملائكة من السماء، ثم هذا فيه متروك وفيه ضعيف، لا يصح. لو كان مرفوع فكيف كان مرسل؟ يعني المرسل ضعيف وفيها هؤلاء المتروك وفيها النكارة والغرابة. نعم، لما ينفع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو نعيم: وقد روى الثوري عن أبي إسحاق عن الشعبي عن رجل، لكن الإيمان يكون إجمالا بالأنبياء، جميع الأنبياء والرسل إجمالا، لكن بس التصريح وبعد بس النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو نعيم: وقد روى الثوري عن أبي إسحاق عن الشعبي عن رجل من ثقيف بنحوه، وروى عبد الله بن أحمد والطهراني عن صفوان بن معطل ابن المعطل، وهو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحابة، وأنهم قالوا: أما إنه آخر التسعة موتى الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. إيش وروى؟ وروى عبد الله بن أحمد
والطهراني عن ولا الطهراني ولا الطبراني؟ ها؟ عندي بالهاء أحسن الله إليك. لعله الطبراني. ها؟ في نسخة والظهراني بالضاء. الضاء. طيب. عن صفوان بن المعطل وهو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحابة، وأنهم قالوا: أما إنه آخر التسعة موتى الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. وروى أبو نعيم من حديث الليث بن سعد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه عن معاذ بن عبيد الله بن معمر قال: كنت جالسا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين. وروى أبو نعيم. وروى أبو نعيم من حديث الليث بن سعد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه عن معاذ بن عبيد الله بن معمر قال: كنت جالسا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت بفلاة من الأرض. فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا ثم قتل أحدهما الآخر. قال: فذهبت إلى المعترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة، وإذا ينفح من بعضها ريح المسك، فجعلت أشمها واحدة واحدة حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة، فلففتها في عمامتي ودفنتها. فبين أنا أمشي إذ ناداني مناد: يا عبد الله، لقد هديت، هذان حيان من الجن بنو شعيبان وبنو أقيش التقوا، فكان من القتلى ما رأيت، واستشهد الذي دفنته، وكان من الذين سمعوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقا فقد رأيت عجبا، وإن كنت كاذبا فعليك كذبك. وقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أي طائفة من الجن، يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، أي استمعوا، وهذا أدب منهم. وقد قال الحافظ البيهقي: حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا. ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا. وقد قال الحافظ البيهقي: حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا. ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. ورواه الترمذي في التفسير عن أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد عن الوليد بن مسلم به قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن فذكره، ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد عن زهير كذا قال. وقد رواه البيهقي من حديث مروان بن محمد الطاطري عن زهير بن محمد به مثله. وقوله عز وجل: فلما قضي، أي فرق، كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فقضاهن سبع سماوات في يومين فإذا قضيتم مناسككم. ولوا إلى قومهم منذرين، رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل.
ولا شك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال عن إبراهيم الخليل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. فأما قوله تعالى في الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس، كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي أحدهما. ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا عنهم: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يذكروا عيسى، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة. فأما قوله تعالى في الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قبل بعد، وقد استدل بهذه الآية، نعم، على أنه في الجن نذر، نعم، وليس فيهم رسل، نعم. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الجن فيهم نذر وليس فيهم نذر، يعني ينذرون. الرسل مبعوث للجن والإنس، وكذلك الرسل تبعث في الإنس، وتبعث أيضا في القرى والمدن. فالجن ما فيهم رسل، وكذلك البوادي، والبوادي وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من القرى، وكذلك أيضا الرسل يكون رجال ويكون من النساء. الرسل يكون رجل يكون في بلد من الإنس. أما النذر، الجن فيهم نذر، دعاة ينذرون قومهم، والنساء فيهم صديقات، صديقات وصل إدارة الصديقية، لكن ما وصلت إدارة النبوة. نعم، وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل. نعم. ولا شك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا، لقوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقال عن إبراهيم الخليل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. فأما قوله تعالى في الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس، كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي أحدهما. ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا عنهم: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يذكروا عيسى، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم. ولم يذكروا عيسى، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى. ولهذا قال الله عليه السلام: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، جاء بعض التخفيف، تحليل بعض المحرمات. نعم. وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه أول مرة، فقال: بخ بخ، هذا الناموس الذي يأتي موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا. مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. ولم يذكر عيسى، وإن كان عيسى نزل عليه، لأن سريعة التوراة. نعم. وقولهم: يهدي إلى الحق، أي في الاعتقاد قبله. مصدقا لما بين يديه، نعم، أي من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: يهدي إلى الحق، أي يعني لما أمامه قبله، يصدق الكتب التي أنزلها الأنبياء، التوراة والإنجيل والزبور، يصدقها وهو المهيمن عليها،
وينفي ما دخلها من التحريف. نعم. وقولهم يهدي إلى الحق أي في الاعتقاد والأخبار، وإلى طريق مستقيم في الأعمال، فإن القرآن يشتمل على شيئين: خبر وطلب، فخبره صدق وطلبه عدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: يهدي إلى الحق في الاعتقادات، وإلى طريق مستقيم أي في العمليات. يا قومنا أجيبوا داعي الله فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن، حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم، وهي سورة الرحمن. يا قومنا أجيبوا داعي الله فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن، حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم، وهي سورة الرحمن. ولهذا قال: أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وقوله: يغفر لكم من ذنوبكم، قيل إن من ها هنا زائدة، وفيه نظر لأن زيادتها في الإثبات قليل، وقيل إنها على بابها للتبعيض. ويجركم من عذاب أليم، أي ويقيكم من عذابه الأليم. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة، وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة. ولهذا قالوا هذا في هذا المقام، وهو مقام تبجح ومبالغة، فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة، وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة. ولهذا قالوا هذا في هذا المقام، وهو مقام تبجح ومبالغة، فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. قالوا: يجركم من عذاب أليم، يغفر لكم ويجركم من عذاب أليم، ولم يقولوا يدخلكم الجنة. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة، وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة. ولهذا قالوا هذا في هذا المقام، وهو مقام تبجح ومبالغة، فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثت عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يدخل مؤمن الجن الجنة لأنه من ذرية إبليس، ولا تدخل ذرية إبليس الجنة. والحق أن المؤمنين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثت عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يدخل مؤمن الجن الجنة لأنهم من ذرية إبليس، ولا تدخل ذرية إبليس الجنة. هذا ضعيف، يعني في منقطع، في مبهم. قال: حدثت، ايش قال عليه؟ ما علق عليه عندي. ضعيف. ضعيف. نعم. في اسناد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وفي اسناد أيضا مبهم. قال: حدثت. ها؟ ما أثر مبهم حدثه. هذا قال حاتم: لا يدخل الجنة مؤمن الجن. لا يدخل مؤمن الجن الجنة لأنهم من ذرية إبليس، ولا تدخل ذرية إبليس الجنة. والحق أن مؤمنيهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة، كما هو مذهب طائفة من السلف. وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وفي هذا الاستدلال نظر، وأحسن منه قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وفي هذا الاستدلال نظر، وأحسن منه قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة، وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس، فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة، وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس. قبل هذا، أحسن الله عليكم، وقد استدل بعضهم لهذا بقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والحق أن مؤمنيهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة، كما هو مذهب طائفة من السلف. وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وفي هذا الاستدلال نظر، وأحسن منه قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة، وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس، فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. في الثقلين جنتان، جنة الخائف الإنسي وجنة الخائف الجني، هذا الصواب، أن المؤمن يدخل الجنة وكافرون يدخل النار ولو كان مخلوق من النار، يعني أصل خلقه من النار، لكن يعذب بالنار مثل الإنسان أصل خلقه من تراب، والآن ليس تراب، الآن لحم ودم وعظام. فمؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار، هذا هو الصواب. نعم، أحسن الله عليكم. فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة، وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس، فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. نعم. فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل، فلأن يجزي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. يعني بعض العلماء يقول مؤمنهم ينجو من النار فقط، والكافر يعذب بالنار. يعني ما فيه مقابلة بين الكافر، فالكافر يعذب، كان الكافر يعذب بالنار، فهو يلعب بالجنة. نعم. ومما يدل على ذلك أيضا عموم قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وما أشبه ذلك من الآيات. وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة، ولله الحمد والمنة. يعني الحافظ كتب رسالة في الجن، وهل يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار أو لا يدخل؟ نعم، كان ما يمكن، هل هو موجود، هل جزء ولا غير موجود، يبحث عنه. وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله تعالى لها خلقا. أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا؟ وما ذكره هاهنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب، يعني أن الجنة ما تمتلئ، يبقى فيها فضل، فينشئ الله خلقا ويدخله الجنة. فإذا كان الله يمشي خلقه فيدخل الجنة، فهؤلاء مؤمن الجن عملوا أعمالا صالحة لا يدخلون الجنة، باب أولى يدخل الجنة، أولى ممن ينشئهم الله. نعم. وما ذكره هاهنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار، فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار، ولو صح لقلنا به، والله أعلم.
وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة فكذلك هؤلاء. وقد حكي فيهم أقوال غريبة، فعن عمر بن عبد العزيز وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه وقد حكي فيه وقد حكي بعد هذا أحسن الله قبله ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمن الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار. ولو صح لقلنا به، والله أعلم. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة فكذلك هؤلاء. وقد حكي فيهم أقوال غريبة، فعن عمر بن عبد العزيز أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة، وإنما يكونون في ربضها وحولها وفي أرجائها. ومن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرونهم بني آدم، عكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون في الجنة ولا يشربون، وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضا عن الطعام والشراب كالملائكة، لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال فيها نظر ولا دليل عليها. ثم قال مخبرا عنهم: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به، وليس لهم من دونه أولياء، أي لا يجيرهم منه أحد. أولئك في ضلال مبين. وهذا مقام تهديد وترهيب، فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب، ولهذا نجع في كثير منهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا، كما تقدم بيانه، ولله الحمد والمنة، والله أعلم. ثم قال تعالى ثم قال مخبرا عنهم: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به، وليس لهم من دونه أولياء، أي لا يجيرهم منه أحد. أولئك في ضلال مبين. وهذا مقام تهديد وترهيب، فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب، ولهذا نجع في كثير منهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا، كما تقدم بيانه، ولله الحمد والمنة. يعني هذا من تكملة كلام الجن: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، ولكن من لا يجب داعي الله فهو لا يعجز الله ولا يفلت من قدرته، بل قدرته محيطة به، وليس له أولياء ينصرونهم ويدفعونهم عذاب الله. أولئك في ضلال التهديد، فهم أنذروا، دعوا قومهم وأنذرهم وحذروهم: يا قوم لا أجب داعي الله، ومن لا يجب يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب. هذا الترهيب، ترغيب: أجيبوا داعي الله، من أجاب وعد الله وآمن به غفر الله ذنوبه وأجره من عذاب العليم. ومن لا يجب داعي الله، هذا التهديد، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، لا يفلس من قدرة الله، فقدرة الله محضوم، وليس له من دونه أولياء، ليس له ولي ينصره من دون الله. أولئك في ضلال مبين، الذين لا يجب داعي الله في ضلال وبعد عن الحق والصواب، بين واضح. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يقول تعالى: أولم يروا، أي هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة، المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد، أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي ولم يكرثه خلقهن، بل قال لها كوني، ولم يكرثه، يعني يشق عليه، يشق عليه، نعم،
يكرثه إيش؟ نعم. ولم يكرثه خلقهن، بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة، بل طائعة مجيبة خائفة وجلة، كما قال تعالى: قال ساعتنا طائعي إذ يطغون كرها، قال ساعتنا طائعي. نعم. أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال تعالى: بلى إنه على كل شيء قدير. ثم قال متهددا ومتوعدا لمن كفر به: أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات قادر على أن يخلق مثلهم، ولم يعلم أنه بقادر على أن يحيي الموتى. هذا فيه تهديد لمنكر البعث: أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعلم بخلقهن ولم يشق عليه خلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. خلق السماوات أشد أعظم، وكل هي على الله، وهو الذي كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون بمعنى هين، وليس هناك شيء صعب على الله، كل أشياء هينة. أولم يرى الله الذي خلق السماوات والأرض مع سعتهما وعظمهما وكبر أجسامهما وما فيهما من الأمور، من الملائكة والنجوم والمخلوقات العظيمة الله التي لا يعلمها إلا هو، ولم يعي بخلقهن، ولم يعي يعني ولم يشق عليه خلقهن، ولم يصبه نصب ولا تعب، بقادر على أن يحيي الموتى. بلى، فخلق السماوات العظيم وما فيهما أكبر من خلق خلق الناس، كما قال سبحانه: لخلق السماوات لكم لخلق الناس. فالذي خلق السماوات قادر على البعث، بقادر على يحيي الموتى. بلى، إنه على كل شيء قدير. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال متهددا ومتوعدا لمن كفر به: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ أي يقال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ قالوا: بلى وربنا، أي لا يسعهم إلا الاعتراف. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي على تكذيب قومهم لهم. وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم من على أقوال، وأشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتم الأنبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال، وأشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتم الأنبياء كلهم محمد صلى الله عليه وسلم. قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب والشورى. وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب والشورى. في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نص على أسماء أولى الخمسة، فهم أولو العزم. وفي يوم القيامة في الحديث الصحيح في الصحيحين في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى هؤلاء الأنبياء، يأتون أول آدم ثم يعتذر، ثم يأتون نوح ثم يعتذر، ثم يأتون إبراهيم ثم يعتذر، ثم يأتون موسى ثم يعتذر، ثم يأتون عيسى ثم يعتذر، ثم يأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العزم الخمسة. نعم، أحسن الله عليكم. وقد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب والشورى. وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل، وتكون من في قوله من الرسل لبيان الجنس، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليك. لكن في قوله تعالى: فاصبر كما صبر، أحسن الله عليك، قوله: ولا تكن كصاحب الحوت. نعم، ذكر قبلها أولي العزم.
لا في الصدقة أصبر. ولا تكن هاي كصاحب الحوت. عادي في سورة نون، في سورة نون ما فيها العزم هنا، فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك. أحسن. إنما هذا في سورة كم سورة العزم في هذه الآية، في نون ما فيها، قال فينا قال ولا تكن كصاحب الحوت. نعم. أحسن الله عليك. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا السري بن حيان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال قالت لي عائشة رضي الله عنها ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم طواه 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 نعم أحسن الله ثم ظل صائما قال يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد يا عائشة إن الله لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها يا عائشة إن الله إن الله لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها الصبر على مكروهها نعم نعم والصبر عن محبوبها إيش الحديث الحديث قال قالت لي عائشة رضي الله عنها ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم طواه ثم ظل صائما قال يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد يا عائشة إن الله لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي ولا قوة إلا بالله هذا في مجالب السعيد في ضعيف يعني صام ثم طوى ثم صيام يعني كان واصل الصيام لكن الحديث فيه ضعف والآية واضحة إن الله أمرك قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وإلا ما صح الحديث اشكال عليه قال اسناده ضعيف لاجل ضعف مجالد بن سعيد ولا تستعجل لهم اي لا تستعجل لهم حلول العقوبه بهم كقوله تبارك وتعالى وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا وكقوله فمهل الكافرين امهلهم رويدا كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من النهار كقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ولا تستعجل لهم نزول العذاب أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم نعم كقوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وكقوله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا كأنهم يوم يرونها ما كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون إذا شاهدوا الكفار وعاينوا القيامة وعاينوا ما وعدوا فيه لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كأنها مرت عليهم إلا ساعة نسوا ما حصل لهم في هذه الدنيا من المتعة والسنة الطويلة نعم وكقوله ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وقوله بلاغ قال ابن جرير يحتمل معنيين أحدهما أن يكون تقديره وذلك لبث بلاغ وذلك لبث بلاغ والآخر أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ وقوله تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أي لا يهلك على الله إلا هالك وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب آخر تفسير سورة الأحقاف وقوله تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أي لا يهلك على الله إلا هالك قوله بلاغ وقوله بلاغ قال ابن جرير يحتمل معنيين أحدهما أن يكون تقديره وذلك لبث بلاغ والآخر أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ
وقوله لبثهم الأول يكون لبثهم أحدهما أن يكون تقديره وذلك لبث بلاغ، والآخر أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ، والأقرب أن هذا القرآن بلاغ، هذا بلاغ تقدير بلاغ خبر للمتابعة تقدير هذا بلاغ. نعم. وقوله فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، أي لا يهلك على الله إلا هالك، وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. سبحان الله. الأول ولا الثاني؟ نعم بلاغ لبثهم بلاغ، الأول لبثهم لبث بلاغ، والثاني هذا القرآن بلاغ، هذا القرآن بلاغ. نعم الأول ولا الثاني؟ هذا بلاغ، هذا الأرجح أقرب. نعم. آخر تفسير سورة الأحقاف. بركة السمع. شيخ صلك يا شيخ، أعمار الجن نفس أعمار بني آدم؟ نعم أعمار الجن. نعم مطلوب منه يعملون كما يعمل، يعملوا الصالحات، الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والدعوة إلى الله والمعروف والنهي عن المنكر، الصدقات والجهاد في سبيل، كل هذا مطلوب، مطلوب منه مثله كله ما كلف به الجن. ثقل. نعم كله بمثال الأوامر واجتناب النواهي. أحسن الله إليكم، كونهم يأكلون من العظم الذي يتركه بني آدم هل يدل على أنهم لا يذبحون دوابهم؟ ما يمنع، ما يمنع عندهم دواب، الله أعلم كيف، لكن هذا من عبارة أنه يعود لحمه. نعم أثر يا ثابة. عندهم دواب ما في شك، عندهم دواب، لكن كونهم يذبحونه الله أعلم له كيف هي ذلك، أو أنه يجمع لهم بين هذا وهذا. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم كل الجن وردت الأخبار أنهم من ذرية إبليس أو أظنهم من طاغية كلهم، كلهم يقول سلب الجن اللعينة فقل له وثالف الخلاق آمنت ذلك أكراني، لكن المؤمن يعني الكافر يسمى الشيطان والمؤمن لا يسمى الشيطان. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طائفة من طائفة، خلقوا من طائفة من الملائكة، طائفة يسمون الجنة. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه باب النذر بالحج ثم يحدث الموت، ثم يحدث الموت قبل وفائه والأمر بقضائه، والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم نذر الحج بالدين. باب النذر، باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه والأمر بقضائه، والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم نذر الحج بالدين. نعم يعني نذر عن الحج ثم مات قبل أن يفي بنذره فإنه يؤمر بقضائه ويقضيه من جميع المال، يعني لا يقضى من الثلث، ثلث المال بجميع المال قبل أن تقسم التركة، هذا لأنه دين، دين الله مثل دين الآدم، الديون تخرج من رأس التركة، تخرج الديون وتخرج الوصايا ويخرج أجرة الكفن، أجرة حفر القبر، أجرة التغسيل، وكذلك الديون التي برهن كلها تخرج، ثم بعد ذلك تخرج التركة. مقوله من جميع المال يعني ليس من الثلث، هو من الثلث من جميع المال، الثلث هذا بعد ذلك ينزع الثلث بعد ما تنتهي الديون وكذا يخرج الثلث. نعم وجوبا ولا نعم وجوب لا وجوب ما في استحباب. نعم. قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أرأيت إن كان على أختك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء.
حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن شعبة عن جعفر بن إياس وهو أبو بشر بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد بمثله. طيب قال تخريجه؟ قال صحيح أخرجه أحمد والبخاري. نعم البخاري في العمل والنذور. البخاري فهو وفيه هو حق القضاء اقضوا الله في اللفظ الآخر اقضوا الله يعني اقضوا الله هدينا هنا اقضوا حق الله. نعم باب وهذا واضح في أن النذر يقضى من جميع المال وأنه دين فديون الله وديون الآدمي كلها تخرج دين الله كالزكاة والكفارات والنذور وديون الآدمي كذلك كلها تخرج من التركة قبل قسم التركة. نعم باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث. قال حدثنا الربيع عن الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال قال سفيان هكذا حفظته من الزهري. وأخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وزاد فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال نعم كما لو كان عليه دين فقضيتيه نفعه. تخريجه؟ قال سبق تخريجه. قال الإسناد صحيح مسند الحميدي الحديث نعم في السابق قال أخرجه أحمد والنسائي. اختلف الطريق قال كنت فهل ينفعه ذلك؟ قال نعم. قال كما لو كان هذا الشاذ لو كان عليه دين فقضيت نفعه فهو من جميع المال يعني ليس من الثلث من جميع المال يخرج الديون سواء كان لله أو لآدمي ثم بعد ذلك يخرج الثلث. نعم أحسن الله عليكم. باب النذر بالحج ماشيا فيعجز الناذر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا كبيرا يهادى بين بنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا الشيخ؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. هذا تخريجه؟ قال صحيح أخرجه مسلم. هنا ترجم باب النذر بالحج ماشيا فيعجز الناذر على المشي فيركب. في هذا الحديث أن هذا الشيخ يمشي يهادى بين ابنه كأنه تعب من المشي في الحج فسأل ما شأنه؟ قالوا ابنه يا رسول الله كان عليه نذر يعني أن يمشي. فقال النبي اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك وليس فيه كفارة لأنه أرشده إلى إيش؟ إلى ما هو أفضل حج ماشيا أفضل لأن الرسول حج راكبا فأرشده إلى الأفضل كما سبق فليس عليه كفارة. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا الصنعاني قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد قال إما سمعت أنسا وإما عن ثابت عن أنس حا وحدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيخا كبيرا يهادى بين ابنيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا نذر أن يمشي إلى البيت. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. قال فأمره أن يركب. تخريجه؟ قال أخرجه البخاري ومسلم.
قال مسلم هو في البخاري رأى الشيخ عبادة بن بنيف قال ما هذا؟ قال نذر أن يمشي إلى البيت. قال فأمره أن يركب ونقلها إلى الأفضل. نعم وليس فيه كفارة. نعم. باب هدي الناذر بالحج ماشيا فيعجز عن المشي، والدليل على الخبرين اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة، فقال إن الله غني عن نذر أختك لتركب ولتهدي بدنه. هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن عقبة بن عامر رضي الله عنهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة، فقال إن الله غني عن نذر أختك لتركب ولتهدي بدنه. تخريجه سنده صحيح رواه أبو داود رواه الإمام مسلم. قال أخرجه البخاري ومسلم. أنا في تقصير ذكر مسلم وفيها هنا باب هدي الناذر. عندك باب هدي كذا في الترجمة؟ نعم أحسن. باب هدي الناذر. نعم. بالحج ماشيا فيعجز عن المشي، والدليل على الخبر اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت، يعني أنه خبرين السبب ما فيه أنه عجز، هنا فيه أنه عجز على المشي. فهذه نذرت أن تحج أن تمشي الكعبة، فقال إن الله غني عن نذر أختك تركب وتهدي بدنه. نعم الخبرين الأول غير متقصف، يكون مثل اللي قال حج عن شبرمة ولم يشترط إلا في الحديث الثالث. وهنا لا 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 غير غير اسمع شبرمة هنا قال ولتهدي بدنه لتركب ولتهدي بدنه. هنا ما ذكر هنا باب هدي الناذر، باب هدي الناذر بالحج ماشي، هدي هذا الهدي هذا اللي يهديه ولتهدي بدنه. وسبق أن من عجز عن المشي وأرشده إلى الركوب أنه ليس فيه بدنه، سبق في ترجمة سبقة ترجمة سبقت أن العاجز عن المشي أرشده إلى أن يركب وليس عليه شيء. شو الترجمة السابقة؟ قال ولم يجل أنه نقله إلى الأفضل، سبقت هذه ترجمة. لا لا قبل مرة قبل تراجم أنه نقله إلى الأفضل، ذكر أنه نقله إلى الركوب هو الأفضل وليس عليه هدي. كما أيها الشيخ إن الله قيم عنك وعن نذرك ما تذكرونها مرت معنا مرت، وأن العاجز عن المشي قال أمره بالركوب ولم يأمره بالهدي لأنه نقله إلى الأفضل، لأن الحجة ماشية سبقت ترجمة مضت. وهذه الترجمة فيها أنه أمره بالهدي، فلا بد من الجمع بينهما. ما في فهرس للتراجم ولا سبقة أليس كذلك؟ نعم. سبقت الترجمة، سبقت في ترجمة مضت. وهناك لم يذكر الهدي، هنا ذكر هدي، قال باب هدي الناذر بالحج ماشيا فيعجز عن المشي.
شوف الجنب بينهما، شوف نرجع للترجمة السابقة. قال: باب هدي النذر بالحج ماشيا فاعجز عن المشي. هناك ذكر أنه ليس عليه هدي لأنه نقله إلى الأفضل، هنا قال لتركب ولتهدي بدنه. شوف تبحث إن شاء الله الترجمة السابقة، شوف الدرس القادم نجمع بينه وبين الترجمة هذه. هناك أمره بأن يمشي بأن يركب ولم، وقال إنه نقله إلى الأفضل وليس فيه هدي. هنا قال فيه هدي، هدي النذر بالحج إذا عجز. أحسن الله لك. نعم، كان قوله ولتهدي بدنا ليست في الصحيحين، ليست في رواية الصحيحين. قال في فتح الباري، قال: وبهذا ترجم البيهقي للحديث وأورد في بعض طرقه من رواية عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية، فقال: إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنه. وأصله عند أبي داود بلفظ ولتهدي هديا، ووهم من نسب إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ ولتهدي بدنه، وأخرجه وأورده من طريق أخرى عن عكرمة بغير ذكر الهدي، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس. وأورده من أبو داود، كأنه يقصد البيهقي. وأورده إيش؟ وأورده من طريق أخرى عن عكرمة بغير ذكر الهدي، وأخرجه وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: جاء رجل فقال: إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت، وإن وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: جاء رجل فقال: إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت وإنه يشق عليها المشي، فقال: مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي، فما أغنى الله أن يشق على أختك. ومن طريق كريب عن ابن عباس: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتحج راكبة ثم لتكفر يمينها. وأخرجه أصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تحج ماشية غير مختمرة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يصح فيه الهدي. نعم، سبق نفس الحديث هذا، سبق الترجمة في قصة في أخت عقبة بن عامر، بس سبق قبله، سبق باب النذر بالحج ماشيا فعجز النذر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصر. هذا ارشده الى ما هو افضل. نعم، ليس عليه كفاره. هذا بس قبل هذا في ترجمه سبقت نفس في نفس قصه اخت عقبه متى مر قبل مرت نفس الترجمة، نفس الترجمة ونفس الحديث، وليس في هدي. إذن كون الهدي هذا لا، ليس في الصحيح. قالوا تهدي كما ذكر الآن، ليس في الصحيح. هنا في أبي داود خرجها من في أبي داود فلتهدي هديا يا أبي داود، لكن ليس في الصحيح. وليس في الصحيح الهدي، يقول ليس في الصحيح. يقول عزاه إلى البيهقي وقال: نقل الترمذي عن البخاري أنه لا يصح فيه الهدي. سبق الترجمة قرأناه، وأتابع الحديث حديث عقبة قال: إنها غني عن تعذيبك أختك نفسها. أين الترجمة؟ متى مرت معنا؟ نعم، مرت قرأناها. ها؟ في نقطة حديث أركبة فإنها بدنة، يعني لما رأى رجل يمشي وقال صلى إنها بدنة، قال وغيرك. لا غيره، في نفس حديث عقبة
نذرت أن تحج ماشية فأمرها أن تركب. وليس في هدي هنا في هدي، قال البخاري قل ليس في هدي. ومسلم ما في هدي. ومسلم ما في هدي هدية اللي قبل هذا. إذا كان هذا ما في هدي. ويقول الناظر يقول المؤلف كله مختصر، خبر مختصر غير مطلق. هدف مسلم. نعم. طيب تراجع الترجمة، نرجع إلى الترجمة الآن، ولو كان فيها فهرس يمكن يرجع إليها. كان المؤلف يعني هذه الترجمة كررها مرة ثانية، هذه تكرار لترجمة سابقة، تكرار لترجمة سابقة. وفي ترجمة الترجمة الأولى ما فيها نذر، هنا فيها نذر الآن، فيها هدي. نعم بعد هذا بالمشي إلى الكعبة. نعم باب بعده. باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق في الرجل يحلف بالمشي فيعجز فيركب، قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يحج من قابل فيركب ما شاء ويمشي ما شاء ويركب. قال شريك وحدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركب وتكفر يمينها. قال إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي. ضعيف شريك محمد هذا شريك على أبي إسحاق فرجل يحلف فيعجز، قال لا تحج من قابل فركب ماشيا ويمشي ما شاء ركب ما شاء. قال الشريك حدثنا محمد بن الرحمن قال انه قال تركب وتكفر يمينها، وهذا ضعيف. نعم بعده. احسن الله اليك. لفظ حديث ابن عباس في طبع التأصيل قال ابن عباس يحج من قابل فيركب ما مشى ويمشي ما ركب. قالوا في الأصل ما شاء، والمثبت من الإتحاف والمستدرك من طريق شريك يعني يركب ما شاء ويمشي ما شاء في الأصل إيه؟ فيركب ما مشى ويمشي ما ركب. إيه هذا إيش في أي طبعة التأصيل؟ إيه إسناده ضعيف. هذا الأقرب منه يركب ما مشى ويمشي ما ركب، هذا هو. فيركب ما مشى، السنة القادمة يحج، اللي مشى فيه يركب واللي ركب فيه يمشي، يعني الموضع الذي ركب فيه يمشي والموضع الذي مشى فيه يركب. طبعا التفصيل يحج من قبل فيركب ايش؟ فيركب ما مشى، ما مشى بدل ما شاء، ما مشى ويمشي ما ركب، ما ركب. طيب قال شريك. نعم. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن محمد مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله، فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، قل لها فلتحج راكبة ولتكفر يمينها. قال شريك الحديث السابق. قال شريك وحدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركب وتكفر يمينها. لكن هذا السنة ضعيف، السنة ضعيف، هذا صحيح ضعيف، هذا تابع للحديث. قال شريك في حنس حديث شريك، وشريك فيه ضعف، هي الأمر الكفارة فيه ضعف. نعم. وحدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو عمار. عمار ولا عامر؟ عندي عمار. قال انظر تهذيب الكمال. طيب حدثنا أبو عمار. نعم.
حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن محمد بن عن محمد مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس مولى آل طلحة عندك؟ نعم عندي آل مولى آل طلحة. تعليق عليه؟ ما علق عليه. عندما مولى أبي طلحة نعم عن كريب. عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله، فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، قل لها فلتحج راكبة ولتكفر يمينها. مشكلة عليه. قال إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي، أخرجه الحاكم. نفس السلسة ولتكفر يمينها، سبق الترجمة أنه لم يمر بكفارة ولا بهدي لأنه نقلها إلى الأفضل. تراجع الترجمة السابقة الآن نبحث عنها إن شاء الله تكون في الدرس القادم بشكل جمع بينها العمدة عليه، وهذا الهدي الأمر بالكفارة في ضعف في هذه الضعيف، والأمر بالهدي هنا لم تأتي في البخاري، ليست في البخاري. مسلم ها؟ لا مسلم ما في هذا. طيب ما في هذا. والترجمة السابقة سبق المؤلف أنه قالها إلى الأفضل وليس في هذا. تراجع الترجمة السابقة. وين راح الترجمة السابقة الآن؟ أين ذهبت؟ قرأناها الترجمة فيه عقبة بن عامر. طيب ها ارشدها الى ما هو افضل. نعم سبق ما هو الافضل. هل انت علقت عليه؟ نعم سبق ارشدها الى ما هو افضل. طيب ليس مكتوب وين اين هي؟ انت ذكرتها في الحديث الاول اول الباب. واي باب؟ باب النذر بالحج ماشيا فيعجز النادر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصد. لا لا نعم ما هو نعم هذا سبق في ترجمة سابقة أيضا سبقت نفس نريد الترجمة السابقة. نعم باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ. بارك الله عليك تأمل ورجع في هذا وفق الله.